نجدد في هذا السياق مطالبتنا بضرورة انهاء احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث، طنبل الكبرى وطنبل الصغرى وأبو موسى، وأن تتجاوب جديا مع مساعي دولة الإمارات العربية المتحدة لاستعادة سيادتها على أراضيها وحل هذه القضية عن طريق التفاوض أو من خلال محكمة العدل الدولية. ولا يفوتنا النشيد بالدور الكبير والمساعي البناء التي تقوم بها المملكة العربية السعودية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وبما لها من مكانة عالية ودور استراتيجي في ترسيخ الأمن والسلم الدوليين، وهو ما تابعه الجميع خلال الرعاية الكريمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية حفظه الله.